بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد رسول. أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سبباً في إقامة هذه الدروس العلمية. نعم. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه. الله يعني الآن لو يأخذ إنسان هذا الجهاز مثلا ويصب عليه الماء ويشرب، يأخذ جهاز الهاتف ويصب عليه ماء ويشرب أو يحفر به الأرض، إيش نقول عنه؟ نقول عنه مجنون، لا يعرف أن هذا الجهاز للاتصال للرسائل مثلا ليس لشرب الماء أو حفر الأرض. خليهم يتركوا التليفونات يا شيخ، نحن فقط ربع ساعة نصف ساعة ونمشي، اترك الهواتف. لو يدخل الآن إنسان غير مسلم من المسجد ويرى أنا أتكلم وهذا يترجم وأنتم تلعبوا، يقول هذا يعني لا يوجد عندهم احترام للعلم ولا العلماء، صحيح أو لا؟ جبريل عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ أولا ظهر عليه أثر طلب العلم، وهذا أنتم الآن هنا مثلا في المركز الإسلامي لابد يظهر على الطالب أثر طلب العلم. أثر طلب العلم في لباسه، أثر طلب العلم في كلامه، أثر طلب العلم في جلوسه، حتى ما مد رجليه جبريل عليه السلام. جلس جبريل عليه السلام جلوس المتعلم المتأدب، أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقاطعه، سأل أسئلة كانت هذه الأسئلة يعني من الأحاديث العظام الكبيرة التي يرجع إليها الإسلام. هو في الحقيقة عندما جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هو طالب علم متعلم، لكن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه معلم، أنه أستاذ. لماذا؟ لأن العلم ظهر عليه، فلابد أن طالب العلم يظهر عليه أثر طلب العلم. أول من تسعر بهم النار، أول من يعذب يوم القيامة، عالم تعلم العلم ولم يعمل به، نسأل الله العافية والسلامة.
nuwabiruzatwi ko kumunsi meruka numumenye ufite ubumenye akaba tarabwishije abantu lana qad yalqak insan wa anta fi ash-shari' mushahura nayo kwa wa law sana'ta ay khata ukozi kosi byenye byose yas'alak يقول أنت طالب علم؟ تقول نعم أنا طالب علم. يقول يا ولدي لا يظهر عليك هذا. يا أخواننا الصحابة رضوان الله عليهم. لم يدرسوا في المدارس في الكليات في الجامعات. لكن عرفوا كيف يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. رجل كان يسرع في الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني الصلاة باطلة. رجع المرة الأولى الثانية الثالثة لا يعرف يصلي لكن يعرف كيف يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق يقول أؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعثك وكل ما جئت به فهو الحق علمني. يا بني ادم وقالت ربك يا رسول الله قل لي شيء يقولون اتي دراي وقتني ابو ايوب تبقى كلكم كلكم زي مسالمين. اذا لابد ان نتعلم اداب طلب العلم. جزاكم الله خيرا.